انا بصراحه يعني الابتسامه اللي مرسومه على وشي دي الحقيقه مرسومه لانه انا حقيقي ببقى في اقصى درجات سعادتي وبهجتي لما اشوف العلاقات بتاعتنا مع اخواتنا الافارقه بالتحديد. يعني جزء من ده لانه احنا بعدنا عن افريقيا سنين طويله جدا جدا جدا، والغلط كان من عندنا احنا اللي بعدنا. طيب الحاجة التانية انه انا بشوف دايما انه علاقتنا بافريقيا هي مش بس اتطورت، هي وصلت لمرحلة من افضل مراحلها على الاطلاق. ولا تقل علاقتنا بال 54 دولة الافريقية عن شكل علاقتنا مع اخواتنا الافارقة خلال فترة الستينيات على سبيل المثال. ولما بشوف كمان العلاقة بتاعتنا ما بين وإحنا مصر في أقصى شرق القارة الإفريقية ونبقى رايحين لحد موريتانيا في أقصى غرب القارة الإفريقية بالضبط تحت المغرب، وعلاقتنا مع موريتانيا دي خد بالك يعني علاقة فعلا مهمة. العلاقات المختلفة بقى زي ما بالظبط اتقال في التقرير، سواء إذا كان على الصعيد العسكري، صعيد مكافحة الإرهاب، العلاقات الاقتصادية، موريتانيا دولة حلوة، حلوة في المطلق، ناس حلوة، شعب فعلا جميل جميل. أولا أنا دايما أوصفهم إنهم عندهم نفس الطيبة بتاعة أهالينا السودانيين، نفس الطيبة، نفس الابتسام، نفس الطريقة كده، أسيبك من اللهجة، لكن نفس الطريقة، الود، المودة، المحبة، الدفء، شعب جميل جميل يعني، أنا فعلا أحبهم فعلا قوي يعني. بس أهمية العلاقة ما بين مصر وموريتانيا تحتاج مننا إلى شيء من التحليل وشيء من التفصيل وخصوصا التوقيتات. أنا من المغرمين بمسألة تحليل المضامين في ظل التوقيت. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف منور. شكرا لحضرتك يا فندم، ودايما ببقى سعيد وأنا مع حضرتك. أنا أكتر، إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. عايز نتكلم أو نحلل شوية زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة والمباحثات اللي تمت ما بينه وما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بس كمان عايز أحلل هذا المضمون في إطار التوقيت الحالي. طيب لو حضرتك بس تسمح لي أتفق معاك في البداية إن العلاقات المصرية الأفريقية يعني أصبحت في مرحلة غير مسبوقة من الدفء والتطور الكبير جدا، ويمكن هنا الفضل أيضا لثورة 30 يونيو، ثورة 30 يونيو التي أعتقد أنها أعادت مصر إلى حضنها الأفريقي بشكل فعال وبشكل أكثر من رائع. وبالتأكيد هذه الزيارة زيارة في غاية الأهمية، زيارة مهمة لأنها زي ما حضرتك قلت التوقيت لديه أيضا عنصر مهم جدا في التحليل، وأيضا العلاقات المصرية الموريتانية بشكل عام هي علاقات مستقرة عبر التاريخ، وأيضا بعد عام 2014 شهدت تنامي ملحوظ، دائما هناك قنوات اتصال ما بين الدولتين. القيادة السياسية المصرية بعد عام 2014 نشطت العلاقات في مختلف المجالات، العلاقات تطورت على الصعيد كمان الاقتصادي بشكل كويس. نعم نحن ما زلنا نحتاج إلى تنشيط الجانب الاقتصادي بقدر يليق وقدر وعمق العلاقات المصرية الموريتانية، ولكن هناك تطور، وهناك أيضا الجيد بقى إن هناك آفاق جديدة في التعاون. بنتكلم مثلا عن الاستفادة من التجربة التنموية المصرية خاصة في المجالات الخاصة بالطاقة النظيفة، هناك مشروع قائم بالفعل ما بين مصر وموريتانيا وأيضا الإمارات وألمانيا فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، هناك تعاون في مجالات الطاقة بشكل مهم للغاية وأيضا في مجالات الصيد، وهذه نقاط في غاية الأهمية. من حيث التوقيت أعتقد إن الآن الدولة المصرية تعزز بشكل عام علاقاتها العربية الأفريقية، وموريتانيا يعني تربطها بمصر طبعا روابط عربية وإفريقية طبعا وإسلامية، وبالتالي هذه الروابط كلها بتؤكد إن الدولة المصرية هذه الدائرة العربية الأفريقية محور اهتماماتها خلال هذه المرحلة، لأن في ظل هذه المتغيرات الدولية الراهنة في هذا التوقيت يعني أهم حاجة إننا نعزز من التكامل العربي والإفريقي، لأن في ظل انشغال الدول الكبرى بهذه الصراعات وبهذه الأزمات وبما يحدث في العالم من متغيرات
ربما لم تلتفت هذه الدول الى يعني بعض الازمات الاخرى التي تعاني منها شعوب الدول الناميه، وبالتالي على الدول الناميه وخاصه العربيه والافريقيه ان تتكاتف وان تبحث عن مصالحها. وبالتالي الدوله المصريه هنا انا اعتقد انها طوال الوقت بتحشد الجهود العربيه والافريقيه للحفاظ على المصالح العربيه والافريقيه طوال الوقت، وده بنشوفه خلال الفترات الماضيه فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي او حتى تقارب وجهات النظر في مختلف القضايا. مصر وموريتانيا ايضا لديهم فرص مهمه جدا، يمكن ده شفناه في ظل ايضا التنامي في العلاقات العسكريه، وكان هناك زياره منذ فتره قريبه للوزير الدفاع الموريتاني الى القاهره، وده اهميته في الحقيقه بتاتي من فكره تصدي لظاهره الارهاب. أيوه. موريتانيا موقعها الجغرافي حضرتك كما اشرت هي في اقصى غرب القاره الافريقيه في منطقه شديده الخطوره فيما يتعلق بتنامي ظاهره الارهاب في الساحل والصحراء. كافه العناصر الارهابيه التي هربت من سوريا ومن يعني العراق ومن غيرها من نقاط في الشام ذهبت الى هذه النقاط في الساحل والصحراء، وهذه المنطقه بتشهد تنامي لظاهره الارهاب، وبالتالي مصر بتدعم فكره طبعا التصدي لظاهره الارهاب. مصر بتحتوي على اراضيها مركز تدريب قوى الساحل والصحراء لمجابهه الارهاب، وايضا التعاون في هذا المجال مهم جدا لان هذه عقيده مصريه. مصر طوال الوقت تتصدى للتطرف وللفكر المتطرف، وايضا تساعد الدول الصديقه والشقيقه فيما يتعلق بالتصدي لهذا الخطر، وبالتالي ايضا هذا عنصر مهم جدا في هذا التوقيت، لان ايضا موريتانيا تحتاج الى الان الحفاظ على استقرارها الداخلي. ايضا الاشاده الموريتانيه اليوم من خلال الرئيس الموريتاني بالتجربه التنمويه لم تاتي من فراغ، ولكن لان الجانب الموريتاني ايضا ينظر للتجربه التنمويه المصريه كونها تجربه عربيه افريقيه من الممكن ان تطبق في النموذج الموريتاني الداخلي، وبالتالي الاستعانه بهذه التجربه المصريه الان في وقت موريتانيا بتبحث فيه عن نهضه تنمويه ده مهم جدا. وبالتالي وجدنا حتى في المؤتمر الصحفي نظرة الإعجاب والحديث بإعجاب عن التجربة المصرية، لأن هناك رغبة للاستفادة من هذه الخبرات، ومصر طبعا لا تبخل على الأشقاء بنقل هذه التجربة، وبالتالي التوقيت مهم جدا سواء فيما يتعلق بتواصل التعاون على الصعيد الاقتصادي بالتحديد والتكامل في مجال الاقتصادي، أو على الصعيد التشاور السياسي، أو على الصعيد التنموي الذي أيضا هو أحد الآن أدوات مصر في تحسين علاقاتها مع كافة الدول الصديقة والشقيقة، وأصبحت هناك ما يمكن أن نسميه دبلوماسية الإعمار، أن الدولة المصرية الآن أصبحت بتمد تجربتها أو بتنقل تجربتها التنموية لبعض الدول الأخرى. بنشوف ده بيحصل مثلا في تنزانيا من خلال سات جوليوس نيريري، بنشوف مصر شريك تنموي في الإعمار في العراق في ليبيا وغيرها من الدول الشقيقة، وبالتالي أيضا أستاذ جمال عايز أخدك في حتة أنت ذكرتها أراها شديدة الأهمية، ألا وهي مسألة وجود موريتانيا في حيز جغرافي في القارة الإفريقية بقدر ما هو شديد الأهمية بقدر ما هو شديد الخطورة. منطقة الغرب الإفريقي، تنامي ظاهرة الإرهاب في الغرب الإفريقي، تحديدا تنظيم الدولة الإسلامية، كل من هرب من الدولة الإسلامية اللي كانوا موجودين، دواعش بتوع سوريا على دواعش ليبيا على دواعش العراق، كل هذه الفلول الهاربة دخلت إلى غرب إفريقيا، بل وكمان نجحوا في ان هم يقدروا يجندوا عناصر من اهالينا في هذه الدول لتنضم تحت ألويتهم. جزء من هذه الخطورة ان هذه المنطقة شديدة الثراء بالذهب والمعادن النفيسة وما الى ذلك، وسيطرة هذه الجماعة المتطرفة او الجماعات المتطرفة على هذا الحجم من الثروة، وفي نفس الوقت الاقي ان انا في عندي توتر زي اللي بيجرى في السودان، ده شيء مخيف على غرب ووسط افريقيا وبالتالي يهدد الشمال الافريقي. صح ولا انا غلطان؟ بالتاكيد اتفق مع حضرتك تماما. وكمان بقى هناك خطر اضافي، ان ظاهره الارهاب بالمناسبه هي ظاهره مستحدثه على القاره الافريقيه باستثناء شمال افريقيا. يعني الدول الافريقيه ليست لديها تجارب في تصدي لظاهرة الإرهاب، كل الخلافات والأزمات في القارة الأفريقية خلال العقود الماضية كانت صراعات إثنية، صراعات قبائلية، ما يتعلق بالتحرر من الاستعمار، صراعات حول الحدود، حول الثروات، ولكن فيما يتعلق بالخبرات المتراكمة في الداخل الأفريقي فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة الإرهاب هو في الحقيقة يكاد يكون محدود، وبالتالي هنا الحاجة لمساندة
الدوله المصريه للدول الافريقيه فيما يتعلق بمجابهه ظاهره الارهاب. ووجود مالي في الحقيقه في وسط هذا الاقليم المضطرب، وهي دوله تحاول الان ان تحقق تجربه تنمويه رائده في هذا النطاق الجغرافي في ظل هذا التوتر الاقليمي اللي بيحيط بيها، ده امر صعب للغايه. عشان كده زي ما قلنا الجانب المالي بيبص ان مصر ايضا ذات الموقع الجغرافي المهم ايضا محاطه بالكثير من التوترات، ولكنها استطاعت ان تنجح، وبالتالي هذا ايضا حافز يحفز مالي بشكل كبير جدا على النجاح، لان هناك تجربه استطاعت ان تحقق النجاح حتى في ظل انها محاطه بالكثير من التوترات. الارهاب في الحقيقه خطر كبير جدا على القاره الافريقيه خلال هذه الفتره، وبالفعل زي ما حضرتك ذكرت وجود الثروات في يد الجماعات المتطرفه بيزيد من خطر الارهاب والتطرف، لان بالتاكيد نحن نتحدث عن ثروات طبيعيه هائله في هذا النطاق الجغرافي كانت في يد المستعمر من قبل، والان صح. نتحدث انها ربما تنتقل ليد الجماعات الارهابيه، وبالتالي طبعا هذا الامر شديد الخطوره، واعتقد ان على الدول الافريقيه ان تتكاتف بشكل فعال وان تعمل بشكل استشرافي لمجابهه هذه المخاطر المحتمله. مما لا شك فيه. أنا بشكرك جدا 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 الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف.